تفضل الله يحفظكم. نقول أن تربية الفتاة تحتاج فهما لطبيعة التغيرات الفسيولوجية والجسدية والحركية والاجتماعية والانفعالية لكل مرحلة تمر بها بشكل عام طبعا، ونستوعب أيضا المهمات النمائية، نوفر الفرص، نوفر الخبرات المناسبة بشكل خاص في كل مرحلة من مراحل العمرية للفتاة. لدينا مرحلة الطفولة المبكرة، مرحلة الطفولة المتأخرة، وكثير من الفتيات تبلغ في هذه المرحلة، في مرحلة الطفولة المتأخرة في سن مبكرة، في سن 9 أو 10. والبلوغ يعتبر مرحلة مهمة في حياة الفتاة، لأنها ترى فيه انسلاخ سريع من الطفولة الجميلة، يبدأ يتغير جسدها بتغيرات وتحولات مفاجئة وسريعة غير متوقعة. طبعا لابد من وصول الفتاة للتوافقية الجسدية مع نفسها ومع محيطها ومع بيئتها، ولذلك تحتاج كثير من الأمور في هذه المراحل. تحتاج الفتاة للكثير من الحب والتقبل والاهتمام، تفوق أضعاف حاجة الإبن نظرا لطبيعة الفتاة النفسية والعاطفية. ونقول ذلك لأننا نحتاج من الأبوين العناية بهذه الفتاة والاهتمام فيها، بالسلام عليها، باحتضانها عند الدخول للمنزل أو عند دخولها، يسألها عن أحوالها، يسألها عن اهتماماتها ويشاركها شيء منها أيضا، يخرجون معها، يحبونها، يعرفونها على الأشياء أو مثلا الهدايا، رسائل الحب القولية والفعلية، أن يمدحها الوالدان ويشجعانها على أي تصرف جميل، على لباسها، على مظهرها، على أخلاقها وحشمتها، يعلمانها كيفية التعامل مع الحياة، كيفية التعامل مع الضغوط، كيفية التعامل مع الأشخاص السيئين. علاقة الوالدين أيضا لابد أن تكون جيدة، كما يقال أن الأب إذا أراد أن يقدم أفضل خدمة لأولاده بأن يحب أمهم، فعلاقة الوالدين ببعضهما تشكل أو تؤثر بشكل كبير على علاقة البنت بنفسها ومع والديها، وأيضا علاقتها لاحقا بزوجها وأبنائها، بعلاقتها أيضا مع الجنس الآخر. كثير من الآباء للأسف يهملون بناتهم في مرحلة الطفولة المتأخرة، يعتبرونهن يعني لا يفهمن أو لا يعين الحياة بشكل كامل، مما يؤثر لاحقا على نظرة البنت في الحياة. ولا شك، لا شك أستاذ أسماء أن هذا عبارة عن غفلة الحقيقة وجهل في نفس الوقت. يعني نعم. المرحلة هذه في مرحلة نضج، في مستوى من النضج العقلي والنضج الوجداني وإلى آخر، نعم لم يكتمل بعد كما سيأتي في المراحل المبكرة الأخرى، لكنه أيضا مدرك هذا الكلام. يعني أصلا هي مرت بمرحلة التمييز قبل البلوغ، يعني هي مرت بمرحلة التمييز، تستطيع أن تميز ويكون في محاكمة عقلية وتميز بين الصح والخطأ وبين الجوانب. أيضا عندها قضية المشاعر والوجدان موجودة يعني من باب أولى وما شابه ذلك. فعدم إدراك أنه فعلا الطفلة تفهم والطفلة تدرك والطفلة تحس، هذه قضية خطيرة جدا، خاصة مثل ما أشرتم كون أن مرحلة الطفولة المتأخرة يعني هي يعني غالبا ما يكثر أن تبلغ الفتاة في مثل هذه المرحلة. فلذلك العلم بهذا الشيء والانتباه له والتعامل معه بطريقة سليمة هو حقيقة من الأمور التي الاحتياجات المهمة جدا التي ينبغي أن نتنبه لها في تربية الفتاة. نعم، نكمل. أيضا يقدم الأهل برنامج مكثف من الرفاهية، من الإغراق بالماديات والإغراق بالنعم، يقدمون يسيئون إلى مستقبل بناتهم ومستقبل أبنائهم حين يفعلون ذلك، لأن البنت تبدأ ترى الحياة من وجهة نظر مادية، تبدأ تريد الحصول على كل شيء بدون مقابل، بدون عمل، بدون اجتهاد، فيقتلون فيها حب العلم، يقتلون فيها حب. أنت تشيرين إلى قضية ما يسمى بالدلال والدلع والحماية الزائدة وتلبية الاحتياجات المادية وما شابه ذلك دون الالتفات للحاجات النفسية، الحاجات العاطفية، الحاجات الفكرية أيضا. لابد أن يغرس في الفتاة محبة الله سبحانه وتعالى، بمراقبة الله، بالحياء والحشمة والستر من عمر مبكر، وليس ننتظر لمرحلة البلوغ فنفاجئها بأن لابد أن تضع الحجاب فترى أن هناك مشكلة، ويصبح هناك مشكلة بينها وبين الحجاب أو بينها وبين الدين. وهناك كتاب مميز بعنوان فتاة الضواب، أنصح في كل فتاة لأنه يراجع ويناقش كثير من الفتيات. مرة أخرى عنوان الكتاب فتاة الضباب. أي نعم.
وهذا الكتاب رائع جدا، يناقش كيفية توصيل المعلومات لهؤلاء الفتيات وكيفية مناقشة بعض المشاكل التي يعرضها النسوية وغيرهم في الدين، ويدخلون يحاولون تشويه بعض المفاهيم الدينية في نفوس البنات. أحسنتم أحسنتم لابد أن تخصص الأم والوالدين عموما وقت لاستماع الفتاة، للاهتمام فيها، بالتواصل العاطفي بينها وبين الأم، لأن النمو الجسدي والنمو الجسمي لابد أن يصاحبه النمو العقلي وتحمل مسؤولية واختيار القدرة على الاختيار وتحقيق الاستقلال النفسي والاستعداد للزواج. هذا كله يتشكل في مراحل نمو الفتاة من طفولتها وحتى بلوغها وحتى وصولها إلى عمر مناسب للزواج.